وصل رئيس جمهورية النيجر السيد محمد بازوم اليوم إلى نواكشوط في مستهل زيارة صداقة وعمل لبلادنا تدوم يومين. واستقبل رئيس النيجر بمطار نواكشوط الدولي التونسي من قبل رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، محاطا بالوزير الأول السيد محمد ول بلال والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية. كما كان في استقباله ولنواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط وسفير جمهورية النيجر في بلادنا. بعد الاستماع إلى الناشدين الوطنيين للبلدين الشقيقين واستعراض تشكيلات من مراسم الشرف، صافح رئيس جمهورية النيجر وزراء العدل والشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
والدفاع الوطني والداخلية والمركزية، وعددا من أعضاء السلك الدبلوماسي في بلادنا. بدوره صفح رئيس الجمهورية الوفد المرافق للرئيس النيجيري.